السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي، اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش انه يخلي لي لايك ودي كومونتير زوينين. واخا تنغبر عليكم، انا بعدا وليت تنحشم ندير لكم فيديو، غير كنحط الكاميرا باش ندير فيديو كتشدني الضحكه. كنقولها ويلي كل نهار كنقول لكم ما غاديش نغبر، نهار كنقول لكم غادي نغبر يلاه ما كنغبر ديال بصح. المهم والله العظيم الا كنحاول ما نغبرش، ولكن هادشي اللي طلع اليد وحده. المهم حطينا واحد كوليكسيون صراحه غزاله، فيها جلبات، فيها قفطنات، فيها كنيدرات. المهم قلت ناخذ هاد الوقيت هذا ونصور لكم كنيدرات كيحمقوا يا البنات، كيحمقوا على حقهم وطريقهم. وغنحاول غنحاول غنحاول باش ما نوعدكمش نصدق ثاني ما درت والو، غنحاول انهم بارطاجي معكم حتى جليبات وجليبات المسوس اللي كنتو سولتو وكنت درتهم في رمضان. تبارك الله طارو، راه كاينين في اللبينات. المهم غنبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله بحول الله. يا ربي يا ربي هاد المره ما تحشمش معكم. المهم ندوزو لا فيديو، ما تنساونيش من لي لايك والتعاليق ديالكم الغزاله الغزاله. وشكرا شكرا شكرا، ديما كنقولها شكرا للناس كاملين اللي كيجيو عندي حتى للماكازون و تيقولوا لي حنا كنتبعوك وجينا غير نشوفوك. شكرا للجاليه المغربيه اللي هاد شهر 7 وهاد شهر 8 ديما كيفرحوني، ديما كيجيو عندي وديما كيقولوا كلام زوين. الله يخطيكم علينا. والصراحه والله العظيم الا كنقولها وكنعاودها، هاد اليوتيوب هذا ولا السوشيال ميديا بصفه عامه حتى الانستغرام، ربحنا فيهم حباب وصحاب وعائله جديده. الله يخطيكم علينا باش ما نكثرش عليكم ثاني بلا بلا بلا، نصور لكم اللي عجبته شي حاجه البنات يدير ليها سكرين ويصيفطها في الواتساب اللي غنخليكم هنايا، اولا عيط في الفيكس ديال المحل. المهم كنخلي لكم كلشي في صندوق الوصف. بالنسبه للعنوان ديالنا كنتواجدوا في مدينه اكادير في حي السلام بالضبط، اقامه النهضه، رقم المحل ديالنا 255. مرحبا بكم، يلا شوفوا معايا اول قندوره غنوري لكم تحفه. هذه قندوره على شكل قفطان، شوف فيها هاد لاكوب اللي بديت كنديرها عاود دابا في الكنيدرات، كتجي كتحمق بكميمات عراض. هادي خدمتها كلها هي باليد، تقريبا كاع هاد لي توني اللي غنوريكم خدومين كاملين باليد. شوفوا ليا اللوينات البنات، اللوينات شحال كيحمقوا كيحمقوا كيحمقوا، جو هكا لوينات منعشين في هاد الصيف هذا. مخدومه بالطرد اليد وبالتنبات، مخدومه مصدوق بالصقلي وفيها افتحات في الجناب. هادي كيبقى لو شوا للكليانه، كاينه اللي كتبغي تلبسها هكا واقفه وكاينه اللي كتبغي دير ليها حزام. حساب الحزام كتجي فنه صراحه، كتجي هماويه. شوفوا معايا لا كولور شحال كتحمق، شوفوا العقيق كيفاش كيرتي. ديما كنهضروا كنعاود كنقول لكم لا كاليتي باش كنخدموا، راه لبسي الجلابه ولا لبسي القفطان ولا القندوره وصبني وردي وما تخافي منه حتى شي حاجه، كتحمق البنات. هذه راه طي كبيره، واخا هو الكنادر الاغلبيه كيلبسو، مي هادي الطي كبيره وطويله بالنسبه للكليانات ديالي الطوال. هادي فيها 36 في الصدر، سو كيف كتلبسها من مولات اللي كتلبس 34 في الصدر و 32 و 30، هادو غتجيهم امبيكابل، حتى مورات 30 غتجيها زوينه. بالنسبه للطول ديالها راه هادي فيها مترو و 46 في الطول، مترو 46 تبارك الله طويله. ها هي البنات اللي بغاها كافتير ديكا. صلا كولور ديالها هاد الفوشيا هماويه الصراحه، كاين هاد الموديل تا هو اللي كنحمقكم، كنتو شفتو لابساه اليوتيوبر امينه بيوتي بمناسبه عافاكم البنات اللي كيعرفها ولا اللي ما كيعرفهاش، حيت انا الناس عندي غير قلال على قدي. الله يعطيكم الخير، دعواتكم معها محتاجه دعواتكم. مريضه كطلع لها لا طونسيون وديجا حامله، دعواتكم معها بالشفاء العاجل وبالفكاك على خير يا ربي. راكم عارفين المراه ملي كتكون حامله صراحه ولا طونسيون كيكون صعيب شويه الحال، دعواتكم معها ودعواتنا معها كاملين. ومن هنا كنقولها ان شاء الله شي كولور هو غيكون غير تعاويد، وان شاء الله نشوفوا البيبي ونفرحوا به وتفرحي به حتى انتيا. الله يسمح لينا من الوالدين، نساوش ديو معاها. هانتوما هادي قندوره في هاد البلوسيل كنت درتها نيت الامينه كما قلت لكم في الكاشيري، صراحه كتحمق. هادي راه مع حطينا لا كوليكسيون كانوا فيها ثلاثه لوينات، بقى فيها هاد اللون هذا. شوفوا معايا اللوان، الميلونج ديال اللوان الكرونا مع هاد الكاشيري مع الذهبي، جو كيحمقوا.
مخدومه البنات حتى هي كلها هي باليد، وجايه رشي معاون هنايا. شفتوها كيفاش كتجي؟ كتجي كتحمق هذه بوتي طاي. شوفوها كيفاش كتجي بعيده هماويه واللون صيفي، وهذا الرشيمات كيجيو فوق الفتاحي. كتحمق البنات كتحمق. نجيب لكم العبار ديالها. مي هذه العبار ديالها صغير، لا في الطول ولا في العرض، متر 37 في الطول، وبالنسبه للعرض ديالها 35. ولكن كما قلت لكم طونكو هي قصيره، كتلبس هكا شويه عريضه كتجي غزاله. اللي عجبته شي حاجه البنات يدير سكرين ويصيفط لينا، وحنا نعطيوهم نعطيكم لي بري. من بعد هاد البلوسيال غندوزو واحد القفيطين، واحد القفيطين يا لاله كيحمق 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 في الفوشيا. انا ما عرفت علاش اشنو جاني على الفوشيا، حتى راه كما لاحظت حتى لقيت لي توني الاغلبيه دايرهم في الفوشيا. هاد القفيطين شوفوا معايا الرشيمه شحال كتحمق. تا هو دخلت فيه نفس اللوينات اللي في هذاك، هذا تا هو كان في اللوينات بقى في هاد اللوين، هذا كيجي من هنايا مجموع. انا غنحاول الا لقيت نحط لكم التصويره ديالي انا لابسه واحد الموديل بحالها بحال ما هكذا. الرشيمه هنا شويه مبدله من نفس ستيل نفس لاكوب نفس كلشي. شوف الكميمات كيجيو مجموعين بلاستيك، كيجي رومي البنات، كيجي كيحمق صراحه. كيجي بالمجيدل، شوفوا المجيدل كيفاش مخدوم، اللوينات كيجي داير هكا بالعقيق، وفيه افتتاحات في الجناب. اللون اكثر من رائع صراحه، بعدا الكاميرا عطاتني اللون هذه المره. شتو كيفاش كيجي كتجي الخدمه هكا في الصدر راقيه وهماويه. المهم هذا حتى هو راه طي صغير زعما ستوندار. هذا 28 في الصدر كما قلت لكم طي صغير. هذوك البنات ما تنعبرش لكم لي هونش، كنعبر لكم هي الطول حيت قناطر. هذا قفطان عبر نعبر لكم حتى لي هونش. 33 في لي هونش والطول ديالو متر 41، متر 41 في الطول. كاين هذا الموديل حتى هو اللي كيحمق، هذا حتى هو كانوا فيه لوينات، بقى فيه هذا اللون وواحد الخضر خضر ملكي. شوفوا معايا هذا الموديل حتى هو، هادو كلهما كلهما اللي وريتكم خدمه كلها باليد، لا الطرز ولا التنبات ولا العماره، كلشي باليد. بالنسبه للسق اللي سق اللي حر كنخدمو بسق اللي حر، ماشي داك اللي برومين برومي شوا برومين. كنشوف قربت. الله ما بقيت قدرت حتى ما بقيت عرفت حتى انا هذا. كنشوف كنبقيك في الكاميرا وكان ممكن نصور لكم فيديو. المهم هذا درت ليه حتى هو ديك لاكوب اللي كتجي من هنا عريضه بحال الشكل ديال قفطان، ولكن هو كيبقى قندور. هانتوما شفتو شوفو كيفاش كيجي كيحمق غزال. شوف هذا الموف كيفاش كيجي مع الذهبي صاري، كيجي بالافتتاحات هنايا في الجناب. كما قلت لكم كتقدري تزيدي عليه مجيدين، كيجي راقي. سينو كتحط كديريه بحال ما هكذا عريض. شوفوا كيفاش كيجي النخوه يا لاله، النخوه النخوه النخوه. كريب دو سوا البنات، ديما كريب دو سوا بالنسبه للثوب، حيت الناس كيسولوني اش من ثوب. هذا 34 في الصدر، 38 في لي هونش، والطول ديالو متر 40، الطول ديالو متر 40. ايوا لالا هادو لي تصورو. كاينه هادي كتحمق حتى هي هاد اللون. شوفو اللون شوفو اللون شحال عماوي، بالتنبات بالطرز، خدمة كلها هي باليد، خدمة بالبرونز الدوغي، مسطوق، الكميمات حتى هما مخدومين، لا كولور. شوفوا لي اللوينات، شوفوا درت لكم اللوينات هماويين وغزالين ويا لالا، لونين ستيك في لون. شوفوا حتى هادي راها وافية. فينكم يا الوافيات؟ فينكم يا كليانات ديال اليوتيوب الوافيات اللي كيقولوا لي ما كديريش الوفا، كديري لي الطاي صغار؟ هما الوافيين. عندكم هنا 39 في الصدر، تبارك الله اللهم بارك.
40 في ليونج و متر و 40 في الطول. راه حتى هادو كيتحزموا البنات حيت الاغلبيه دابا القنادر ولاو كيديروا ليهم مجيدل كيجيو راقيين. صح هادي راها كبيره. شوفوا لي واحد سيدي مولاي القطان شحال غزال الرقي كيتمشى. شوفوا معايا شوفوا 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 المسوس والرانده كيحمق هو راه من هنا مغلف من هنا خليته بالعاني باش كيبان اللحم. شوفوا غزال 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 حتى اللوين ديالو. شوفوا شوفوا معايا بلاتي في داك المسوس في النص طوق وفي هنا مسوس. شوفوا ودرنا الغابيل ديال هاد السقل اللي دخلنا في الرنده درناه هنايا بالعقيق خفيف وغزال وراقي جدا واللون داوي على راسو وير 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 وير. شوف بالنسبه للخزيمه وفتيحه الجناب فصلتو فصاله عاديه وهو كريب دو سوا وانا غنحاول نشد لكم هذا كبير حتى هو كبير هذا فيه 33 في الصدر 35 في ليهونج مترو 40 في الطول ولكن راه راقي يا البنات راقي بمعنى الكلمه والله حتى راقي شي حاجه لابسه بوحدك كرياسيون ميزون هاديلي فوتوتيو. وكاينه هاد الاخرى هاد القفيطم هذا هاد اللوين شوفوا كيفاش داير وصف ليوش تركي داير متنبات وهنايا من الكميمات كله هو هذا متنبات فتيحات في الجناب غزال البنات هذا مخدوم من كلشي عكس الدورة هذا تا هو واقف يعني قطن واقف ماشي بالحزام ماشي زعما كيتحزم هذوك هذا مخزاني 31 في الصدر 31 في ليهونج متر 40 في الطول متر 40 في الطول. المهم نتمنى باش ما نطولش عليكم لا فيديو ان شاء الله ونحاول انه ندير لكم فيديوهات اخرين. نتمنى انه الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وقولوا لي واش تبغيو ندير لكم جلال مور هذا الفيديو اولا ندير لكم تكاشط والقفاطن ديال البيع. مرحبا بكم وسمحوا لي مره اخرى كنتعطل عليكم ولكن شجعوني راه ملي كنلقى التشجيع كنحاول انه ما نتعطلش بزاف ولكن مني كنلقى وسنه هما انه راه تعطلت باش حطيت لكم فيديو شهور شهر شهرين ولكن ملي كنلقى التحفيز منكم كنحاول انه ما نتعطلش يعني الماكسيموم ما كنفوتش السيمانه ولا 3 ايام ولا 4 ايام تنحط لكم الفيديو ولكن ملي ما كنلقاش التحفيز وتلقى راسي صافي نساوني الناس كنقول صافي خلي من بعد خلي من بعد بلاتي دابا بلاتي دابا. مهم تتخليوا لي لي كومونتير ديالكم وشكرا لكم مره اخرى وما تنساونيش من لي لايك ديالكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.